يدخل من الأردن إلى غزة ما يقرب من 100 شاحنة من المواد الإغاثية لمنظمتكم؟ ليس لمنظمتنا لوحدنا، لا، 100 شاحنة هذا ليس بالأمر اليسير والقليل. هناك كل الخيرين في العالم الذين يقومون على عون غزة، الطريق المفتوح أمامهم الآن بيسر وسهولة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية التي بدورها تقوم في إيصال هذه المساعدة، وأنا بنفسي كنت مشارك في إدخال 11 شاحنة من 100 شاحنة كانت فيها 7000 طرد غذائي تبرع من الجالي الإسلامي في إسرائيل لإخوانه في غزة، وكنت على معبر الملك حسين وهو معبر حدودي ما بين الأردن وفلسطين، ومن هناك دخلت هذه الشاحنات إلى غزة، ومكتب هيومن أبيل أستراليا في غزة استلم هذه الشاحنات وقام على توزيعها أخواننا أصحاب الحاجات في شمال قطاع غزة، والحمد لله. أو معبريك لاني الرقاي مملكي هيئي خيري مملكي أردني أوان إشرافية كان على رجعنا 100 شاحنة لو معبرة وداخل أبي خوم بتشاري خوم بنيوما وخوي مشاريك بولويك يانزا شاحنة يعني داخل كردوة لو رجيوا ك مواد خواردمني و بيداوستي مروي تدابوا بو داخل غزة هل لو رجيوا إن شاء الله لحومي أضاحي ومعلبكيش هل لو رجيوا بشتيوان بخواي جورا داخل أكريب أردن. ونحن أيضا الآن بصدد إدخال 16,000 كيس نوم و 1,600 خيمة إلى أخواننا في غزة عبر أيضا الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، وبإذنه تعالى ستصل إلى ميناء العقبة الأيام القليلة القادمة، وأخواننا في غزة بأمس الحاجة إلى كل شكل من أشكال الإغاثة. الله إستا رخرا وكمان كار أكين بو أوي 16,000 كيسي خوتن بيداوستي خوتن داخلي غزة بكين و 1,600 خيمش داخل أكين بو غزة بو أوي أو خلق هجاريك لغزة آوارة بوا لماليان درشون ماليان رخاوة بو أوي سود لو خيمانة وربقرن وسود لو كالوبلو كيسي نو خوا خوتنانة وربقرن كالرقي رخراوي يومان أبيلوا باو كاري خير خوازان داخل أكري لرقي معبري أردن وإن شاء الله. إحنا نشكر أخواننا في الرابطة هنا على تعاونهم معنا في هذا المشروع الخير، وأيضا نشكر الأخوة المحسنين والمتبرعين في إقليم كردستان على سخائهم وعطائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم هذا الإحسان وأن يكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أعمارهم وفي ذراريهم، وأن يكتب لهم هذا العمل الطيب في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ومن هذا المقام أجدد الدعوة لإخواني في هذا الإقليم الخير المحبين لإخوانهم في فلسطين أن يستمروا في تقديم العون والمساعدة، لأن إخوان حاجاتهم كثيرة جدا، اليوم إغاثة وغدا إعادة إعمار، فنسأل الله أن نكون معهم حتى الله سبحانه وتعالى يبعد هذه الغمة عنهم وتنتهي هذه الحرب الظالمة والمجنونة ويعودوا إلى سابق عهدهم بإذنه تعالى. بارك الله فيكم مرة ثانية وجزاكم الله خير، وإحنا ممتنين كثير لحسن الاستقبال وكريم الضيافة، وإن شاء الله هذا التعاون الذي بدأ حديثا يستمر سنوات قادمة بإذنه تعالى لخدمة الرسالة التي نتشارك إحنا وإياكم في خدمتها، رسالة عون أخونا الإنسان اللي هو بحاجة إلى مساعدة وعون. بارك الله فيكم، ممتنين وشاكرين، حياكم الله. زور سباسي رخراوي رابطي مروي أكم، وزور سباسي هم أخير خوازة برزانة أكم، كمتمانيان برابطكر ومتمانيان ب بخشكو براكان يعني كل رخراوي رابطي مروي لبيشكش كردني قربان يكان يعني ولا بيشكش كردني هر عون ومساعدة كي ترك بيشكش يكن ديارة يما هر دوكمان فيك هو رخراوي رابطي مروي ورخراوي يومان أبيل كار أكين بو أوي معاناتي إنسان لا ببين لهر جگایك به لهر نتويك به لهر دينك به مادم مروف به اما همو من پیک و رساله کمان اویا کار رساله کمان رساله کی انسانیه هر بو ناوی رخرا و کانش من ناوی رخرا و کی انسانیه لهر کی انسان کان پیوستیان به کومک و هاوکاری به اما بتوانین هاوکاریان کین اما خومن بخت کردو خومن اعلان کردو بو او کار مرو یو خیر خوازیانه بو پیک و کار بو او مجاله.